وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. الكلمة بتاعتي بعنوان شبهات حول دعوة التوحيد، وأنا دار أناقش الناس عموما نقاش بالراحة كده، وأخاطب عقولهم. الشبهة الأولى حول دعوة التوحيد: أنتوا ليه جنكم تتكلموا في التوحيد وبتكثروا الكلام، مع أنه نحن بنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبنصلي في المسجد وبنصوم رمضان وبنحج إلى آخره. الجواب: مهما أنت صليت وصمت وشهدت الشهادتين وحجيت، ولو 500 مرة حجيت، إيمانك ما حيكون أفضل وأعلى ولا بيساوي إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذا كله ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ففي الآية دي ربنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرك، وهو ما أشرك، وهو سيد العابدين وسيد المتقين وسيد المؤمنين، وأمر في الآية دي بالتوحيد، مع أنه هو إمام الموحدين أجمعين عليه الصلاة والسلام. يبقى يا جماعة من باب أولى وأحرى أنا وإنت ندعى إلى التوحيد، ومن باب أولى وأحرى ما نخلي الكلام في التوحيد، وبالذات لأنه الآن الشرك منتشر والمشركين منتشرين وهما الأغلب والأكثر. كيف الأغلبية مشركين؟ هاي منو اللي قال؟ ربنا قال، ربنا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله قال الأكثرية يعني الأغلبية، يعني الأكثر من الناس مشركين. وبعدين يا جماعة الشرك بقى عنده دعاة كتار، وبقى عنده وسائل بتاعت إعلام، قناة الساهور وإذاعة الكوثر وإذاعة القبة الخضراء بتاعت الركيني وقناة أم درمان وغيرها من المواقع برضو في النت وغيره. دي كلها قنوات بتاع الشرك وبالأدلة، مش سعيد. فطالما بيجوا في دعاة كتار للشرك، وبيجا في دعوات وقنوات وآليات وتطور الشرك، ده بيتحتم علينا نحن نتكلم في التوحيد الليل والنهار. الشبهة الثانية: قالوا الصوفية، قالوا دارين يحذفوا مقرر التوحيد من المدرسة، من المقررات السودانية. والرد عليه أولا: كثير من الناس بالذات الحزبيين، أنصار السنة والسرورية واحد كلهم، ما فيهم القضية وين؟ مشوا ناقشوا الصوفية في التلفزيون في موضوع انه التوحيد ينقسم لثلاثة ولا ما ثلاثة. الصوفي يقول لهم: لا، التوحيد واحد، ما بينقسم لثلاثة. وديك يقول: لا، ثلاثة، واحد وثلاثة، واحد وثلاثة. ده ما الموضوع الأساسي بينه وبين الصوفية بالمناسبة، يعني ينقسم يا أخي نقول للصوفية التوحيد لو فرضنا جدلا ما بينقسم لثلاثة ولا ل 12، توحيد واحد بس، ما تدعو الا الله، ما بعلم الغيب الا الله براو، الشيخ ما بدي الجنه بدي الله براو، بيتفقوا معانا؟ ده النقاش هنا يا جماعه. فدل ما بيعرف يناقشوا ولا بيعرف يناظر ذات، ولا هم من رجال المناظرات اصلا، واي مناظره خاضوها مع الصوفيه ولا غيرهم هزموا فيها فيما اعلمنا. يعني جايبين مناظرة، واحد ودى اسمه واتبلى
وده البلغ ده قال ممثلا صار السنة المركز العام مع الخنجر، والخنجر ده بالمناسبة ما عنده أي علم شب ولا الليلة ما عارف الله واحد ولا كم للليلة، ما سمعتوا كلامه الخنجر؟ قال نحن بالسودان بنمشي للمشايخ بندفع القروش وشيوخنا بده المطر، في ناس بده المطر، زول أهبل ساكت، زول أهبل لدرجة ما طبيعية أبدا من الهبالة والعوارة، عرفتها؟ في ناس بده المطر، في ناس بده المطر لليلة ما عارف إنه في الله. المهم أزول عوير بالمناسبة، هو أنا لو صوفي ذاته بعتقد العقيدة دي ما بقول ذاته، لأنه بكون كشفت السر والناس بيطفشوا مني، ده بنزل الناس بالقطارة بالدريب شوية شوية، أول حاجة أعمل فتة لما جماعة الشرفانين وجعانين عرفتها، ورقصهم الناس الفاقدين حنان فتمن الرقيص وحنان برقصهم، دي آخر حاجة بدخلها لهم إنه في شريك مع الله وكده، دي آخر حاجة ممكن أدخلها لهم. هسه الشيوعيين ديل بالمناسبة أزكى من الصوفية، الشيوعيين مش بيقولوا لا إله والحياة مادة، لكن ما بيقولوا لك طوالي أبدا، والله ما بيقولوا لك طوالي ما في الله ولا إله في الكون والحياة مادة، دي أصلا ما بيقولوا لك في البداية، بيدوك شريط لأبو السيد مصطفى زيد أحمد عامل شعره خنفس عرفت زي حلاوة كوجاك، ويدوك ليه وعم عبد الرحيم صلي على عجل وتم ترم تم 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 تم، ويدوك بعد شويه والله نحن مع الطيور، ويدوك بعد شويه ويدوك بعد شويه لحد ما تغرق تم، بعدين بقول لك الله ما في، الشغله بجوالك بخطوات لانه علم لهم ابليس، ربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لكن ده الخنجر ده خطوه واحده شرط العراقي ذاته، ده ما عارف اي حاجه والله، ذول بليد بلاده قصوى أقصى درجة في البلادة عند الرجل ده، يا أخي معقولة تجي تقول الناس في ناس بيدوا المطر، في ناس بيدوا المطر كده، ما في مسلم عاقل بيصدق كلام الصوفية ده أبدا أبدا، لأنه اللي بيدي المطر الله، حتى أبو جهل كان عارف الكلام ده، أبو لهب كان عارف الكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وربنا سبحانه وتعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، من الأنزل الماء من السماء؟ ربنا قال وما أنزل، من الخنجر؟ ربنا قال وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، بعدك طوالي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يهود الناس الخنجر عديل بالنزل فيه، لأنه الشرك اللي وقع فيه الخنجر ده شرك الربوبية الما وقع فيه حتى أبو لهب وحتى أبو جهل، فدي القضية بينه وبين الصوفية، مش ده يمسك التوحيد ثلاثة دي مسألة مفروغ منها، مش يعني بنستهون بها، دي مسألة مفروغ منها، ذكر أبو حنيفة زمان قبل ما يلدوا ابن تيمية ذات، لأنه هم قالوا دي بدعة جاب ابن تيمية، أبو حنيفة ذكر زمان، الإمام الطحاوي ذكر زمان، الإمام الغرط الطبري ذكر زمان، ده موضوع منتهي قبل موضوع ابن تيمية ذات، ده موضوع منتهي ما فيه نقاش كثير، وإلا إحنا ناقشهم بالعقل كده الصوفية في مسألة إن التوحيد ما ثلاثة دي ما ينقسم إلى ثلاثة، قالوا دي بدعة، طيب نمرة واحد دي من تقاسيم العلم، العلم ده ذاته حتى الصوفية يقول لك دي كتب السيرة، درس الناس السيرة يا مولانا، ما تتكلم لنا تملانا توحيد شرك توحيد شرك،
درسهم السيرة، درسهم الفقه. الله يفيك أضانك يا صوفي. الفقه ده، علم الفقه ده كجيس براو من علوم الدين، منو الفصل براو؟ أتحدى أي صوفي، خنجوري ولا برعي ولا لذلك الذي تكل في الكونغرس قاعد فيه داك ولا غيره. نحن بنناقشهم بالعقل. كون دي علم سيرة، دي كتب بتاع السيرة مرصوصة في المكتب، ودي كتب بتاعت الفقه الإسلامي، ودي كتب بتاعت التاريخ الإسلامي، وده فقه المواريث، العلم الفرائض، وده علم التوحيد، وده علم كده. التقسيمات دي أدونا آية أو حديث أو النبي صلى الله عليه وسلم قسمها كده. تقدر يا صوفي؟ قول لك لا، ديل العلماء استنبطوا. أها، والاستنبطوا إنه التوحيد ينقسم لثلاثة العلماء، وهل يجوز الاستنباط؟ بيجوز، بيجوز. ربنا قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انتهى الموضوع. فالاستنباط بنص القرآن، الاستنباط من الكتاب والسنة موجود وللعلماء. سؤال ثاني، من وين عرفت أن التوحيد ما بينقسم إلى ثلاثة؟ ده سؤال للصوفية بس بالعقل كده. إذا كان عندهم ذرة بتاعت عقل افتحوها معانا، ذرة بس، مثقال ذرة. من وين عرفت أن التوحيد ما بينقسم إلى ثلاثة؟ من وين؟ هل في دليل قال يا أيها الذين آمنوا التوحيد ما بينقسم إلى ثلاثة؟ ما في. برضو نفس منطقهم بالمناسبة، ما في دليل بالنص كده بس زي ده كده، ما في. قالوا لا لا، استعرضنا القرآن والسنة ولقيناه ما بينقسم لثلاثة، بينقسم لكم؟ لواحد. طيب العلماء اللي قالوا بينقسم لثلاثة برضو استعرضوا القرآن والسنة، فليس استعراضكم بأولى من استعراضهم. وديك أبو حنيف والإمام الطحاوي والإمام أبو حنيف والإمام الطبري، وده خنجوري. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يعني نازل ما عندهم موضوع ولا عندهم حجة بالمناسبة، بل حجة بس بنناقشهم. يا أخي افترض ما بينقسم لثلاثة، بينقسم لثمانين. الصوفية ما بيتفقوا معاه لا ولا في نوع من الثمانين نوع أبدا. إذا قلنا الله بيخلق براوة، الصوفية قالوا لا، قالوا في آلهة تانين مع ربنا بيخلقوا. قال الإزيرك في التلفزيون قناة أم درمان بتاعت حسين خوجلي اللي بيمطق ده كله كلمتين ذاك، ولا ما شو سمعته؟ أي المهم ده موضوع ثاني كمان. ده بيجيبهم، ده بيجيب دعاة الشرك. والغريب انه حسين خوجلي ده والله من اكبر دعاة الضلال في الارض. يا اخي زول ده يوم جاب برنامج موجود في اليوتيوب، موجود في اليوتيوب. عجبك عجبك كم ما عجبك يا خوجلي، امشي افتح بلاغ في الشرطة. في برنامج في اليوتيوب جايبه معه صوفية شلة بتاعت كفر وشرك لاميهم. انت عارف البرنامج عن شنو؟ اسمه الاستغاثة، الاستغاثة بغير الله، ده الموضوع بتاعه. جابوا قصيدة قالوا اسمها الاستغاثة. البيت الأول في القصيدة الصوفي المؤلف للقصيدة أو المادح استغاث بالله، وباقي الأبيات كلها استغاثة بغير الله، شرك عديل كده. حسين خوجة اللي عارفه قام أول ما جابوا البيت الأول استغاثة بالله، قال شفتوا بدينا بالله. بعد ذاك جول منه استغاثة بعباد الله بغير الله، هو ده الشرك يا جماعة. كلمة شرك دي من الشركة، الشركة دي ما بتكون حقت واحد، بيكون حقت شنو؟ شركاء. هو الشرك انك تثبت انه الله فيه موجود، لكن تشرك مع ربنا في العبادة وناس آخرين، ده الشرك ذاته. قالوا حسين خوجلي ده داير يطلع منه، قال هبدينا بالله، بعد ذاك مشينا استغيثنا بعباد الله بالأولياء والصالحين، هو ده الشرك ذاته. لكن انت فاضي من المطيق؟ ما فاضي انت عشان تفهم، راسك ده لازم تفتحه عشان تفهم. دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة ارجع واقول ده ما الموضوع، انه الاساس انه ثلاثة ولا أربعين. الموضوع انه الصوفية بيختلفوا معانا في الله. كيف الكلام ده يا مولانا؟ نحن بنقول الله اللي بيخلق. البرعي قال مصطفى عركينا مع ود علي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم،
مفهوم يعني بني آدم يفهم. قالوا الذي لغة عربية عالية البرعي بيقوله وصاحب لغة عالية وعنده الدكتوراه الفخرية من جامعة الخرطوم، وردي ولا بامبو برضو عنده الدكتوراه الفخرية، يعني ما حاجة يعني ما حاجة. وفطوم أحمد إبراهيم عنده الدكتوراه الفخرية ولا أي حاجة، ولا أي حاجة الدكتوراه الفخرية دي. أقرب فنان بتاعي عيني والشامة في خديدك وإضنينك طوال وقصار ونخرتك سنينة ممكن يدو في السفهة ده دكتوراه فخرية، ما في أي مشكلة. هو الفاتح غريب الله مش دكتور، بروفيسور. تاني باقي ليك الشهادات دي براها والقلم براه وبيكفي. المثل قال أصل القلم ما بيزيل شنو؟ بلم. فالبرعي قال شنو؟ قام براه. والبرعي بيفهم، نحن ما بنفهم، مش البرعي فهمه خلاص. البرعي قام شرح البيت ده، قال هو الحاجة الفلاتي وهو الأخير رضي الله عنه، ومرته قالت له دار خادم وساق الحوار مشوا الغابة وقطعوا شجرة على طول مرة ولبس التوب وقال ذكر الله. بعد ذاك التوب اتحرك قال لها بخيتة 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 وساق وداها البيت. فديل بيختلفوا معانا في الله، نحن بنقول الله وحده اللي بيخلق، وبيتفقوا معانا ابو جهل وابو لهب في الحتة دي، بس انه الله بيخلق دي. حتى ناس ابو جهل وابو لهب قالوا اللي بيخلق الله براه وصدقوا، لكن برضه كفار. الصوفية بيختلفوا معانا فيما اتفق معنا فيه ابو جهل وابو لهب واقرهم الله على ذلك. الله قال كده، قال المشركين ديل بيقولوا الله بيخلق براه، مشركين هم لسه، لكن عارفين الله الخالق براه. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له لو سالت المشركين ديل قلت لهم اللي بيخلق منو بيقول لك الله براه؟ وين في القران؟ ربنا قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، كفار المشركين. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، منو ديل اللي قالوا الله ديل اللي بيخلق الله براو؟ المشركين. الصوفية قالوا لا، في آلهة غير الله بيخلقوا، منهم البرعي منهم الإزيرق في قناة أم درمان بتاعت حسين خوجن ذكرتها جميل. نحن بنختلف مع الصوفية في الله. ربنا بيعلم الغيب براو. الله قال في القرآن الكريم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. محمد عثمان المرغني الشيخ الختمي الصوفي الكبير قال أنا الجليس على العرش المحيط به، يعني هو الله، يعني هو منو؟ الله. ده هو قال كده. كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا، أو إجمالا وتفصيلا، الغيب كله بيعلم. إذا يا جماعة الصوفية بيختلفوا معانا في الله، فأنا ما ممكن أمشي أناظر في التلفزيون في إنه ثلاثة التوحيد ولا أربعة، ثلاثة ولا ستة، ثلاثة ولا اثنين، يا أخي مختلف في الله ذاته. صوفي عنده كم، أي شيخ طريقة عنده كم إله؟ وأنا دائما قاعد أقول ده غيتانا والله، وما بتنازل منها لأن حق العقيدة بتاعت الصوفية أسوأ من عقيدة اليهود والنصارى والمجوس. المجوس عبدوا واحد، عبدوا النار بس. اليهود عبدوا واحد، عزير بس. النصارى عبدوا واحد، عيسى بس. الصوفية عبدوا مليون شيخ طريقة وكلهم طواغيت ومجرمين وملاحدة، إلا من رحم الله قليل من عبدوا وكان زول كويس زي عبد القادر الجيلاني مثلا. لكن معظم اللي عبدوهم ديل عفنين وقليلين أدب. ما قريت طبقات الكبرى للشعراني؟ علي وحيش ده قال سموه علي وحيش يعني متوحش. قال ليه سموه وحيش؟ قال لأنه متوحش. قال إذا لقى زور راكب حمارة بينزلك من الحمارة وبيجامع الحمارة. أها تاني بتودي له مرتك؟ أنت مجنون ولا شنو؟ أنت ما بتخاف الله؟ عجبك يا صوفي عجبك، كما عجبك افتح بلاغ في الشرطة بس يا هو كده بس ركوب راس. عرفتها؟ ما كتاب الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني، وده مدح البرعي. اي صوفي يتكلم في الموضوع ده البرعي قد ينفخك بعقيدتك الباطله، احنا بنخاطبك بها.
لأن البرعي قالوا سيدي الشعراني الناشر ليش يا جماعة؟ لعلم الله. فده المناقشة والمناظرة بتاعت الصوفية تكون كده، مو جايب اللي شلة بتاع أنصار سنة حمام ميت، حمام ميت جايبين قال ود الفلة قال يا ناظر الخنجر، هو ما بيعرف ذات المناظرة ولا دار ينتصر لربنا ود البلة ولا عنده هم ولا قضية بالانتصار للإسلام. والله أوريك ليه دليل على كلامي الحارة ده شنو؟ أول كلمة طاهر التوم ده بتاع الغناتيس 24 ده سأل منو شغال البتاع ده، بس أنا موطي صوتي أظن شغال يا كفاية يا جماعة. طيب أول كلمة المذيع سأل ود البلة ممثلا صار السنة، قال له يا ود البلة الصوفية قالوا يحذف التوحيد من المغررات الدراسية، أنتوا كجماعة أنصار السنة رأيك شنو؟ ود البلة قال لا لا لا، احنا بنعرف الطرق الصوفية وعندنا بنعرف مشايخ الطرق الحمد لله كلها، الصوفية ما طالبوا بالكلام ده قال بحسب التوحيد، قال دي جهات خارجية. بالله ده ما زول مجرم يا ناس، ده ما زول محتال. وطيب الخنجرة جابوا لك في الاستوديو ده جاي يبيع باصة، ما هو جاي يقول ما داير توحيد كون الله واحد، دي ما دايرة، هو جاي له، وده ما صوفي ده بيلعب في المورده، ده ما الخنجر ده ما صوفي. طائر التوم لما بيجي يضحك يسخر منه، لأنه يا جماعة شر البلية ما يضحك، وزول ما يكون مجرم للدرجة دي. وقبل كده البلة ده ذاته جابوه في مناظرة قالوا هي مهاترة ساكت مسرحية تمثيلية، وأنا ذاته بستغرب ناس الاس 24 وطائر التوم يمثلوا المسرحيات دي كيف؟ يا أخي أنت ما ممكن تجيب طرفين متفقين والاثنين يطلعوا متفقين من البداية للنهاية، يا جماعة ده ظلم والله وده لعب. أنت لو داير فعلا القناة دي تكون حارة وملعب ساخن ما يبرد وداير شغلتك دي تجر داخليك قروش، جيب الصوفي ده وجيبنا معه والله. أصل الدخان بتاع القناة دي مرق فوق برا ونار طلع، يا الاستوديو ده اتفرتك يا الصوفي ده لم عمته ضلافين وقامت خارج بفضل الله ان شاء الله تعالى. ما ممكن تجيب واحد دلوكه زيه ذاك يقول له انتم الوهابيه، ده يقول لنا لا انا اتفق معك والله في كل ما تقول، ما ممكن تكون دي مناظره. جابوه قبل كده مع الياغوتي البلد ذاته، الياغوتي قال له لا، مع واحد اسمه دكتور علاء الدين، ده قال له انتم وهابيه وانتم اعداء للناي، قال له لا والله نحن بنتفق معاك يا اخي، ده انصار السنه. قال له الصوفي نحن بنتفق معاك، الصوفي قال له انت كذاب، انتم ما بتتفقوا معانا. شوف العزة تحت الشرك ضد الناس الضعاف ديل كيف؟ مسخرة بالدعوة، وزي كيش حقكم ده يمسخر بالمنبر، منبر حق النبي عليه الصلاة والسلام. الله ملكك ليه وداك خطبة جمعة، خطبة عيد، تمسخر بالدعوة يا أخي؟ تمسخر بالدعوة؟ الصوفية عملوا أسبوع تذكروا؟ احنا جينا ردينا عليهم، عملوا أسبوع فكوا الكفر والشرك كله. جينا نرد عليهم طردونا جماعة ديل، مشينا عملناها في بيت برا رفاعة ذاته. قلنا ما مشكلة الله بيوصلها، تكلمنا. كش الصبح رد علينا بالميكروفون. قال يا جماعة ديل يردوا على الصوفية وكده، قال دي فتنة. وقال إن امرؤ شنو يا أحمد البدوي؟ عيرك بما هو؟ بما يعلم فيك فلا تعيره شنو؟ أنت بما تعلم. طيب أنت تعيرنا ليه نحن ما أمرون؟ أنت تعيرنا نحن ليه؟ وما ترضى نحن نعير ونرد على دعاة الشرك على الصوفية؟ ده تناقض ولا ما تناقض يا جماعة؟ وكذب واحتيال، لكن دي السياسة العامة بتاعة أنصار السنة الليلة بأجنحتها كلها. إنه قال لهم ما تتناولوا الصوفية، لأنه قالوا عندهم الخطة الخمسة وعشرينية دريحكم بعد 25 سنة. أنا حضرتها بالمناسبة، كانت في مسجد الفتح فوق، جابوا شاشة كده بتاعت إلكترونية وقلم بنور، قلم بنور، قالوا خطة 25 يا داريحكم السودان بعد 25 سنة. فعشان كده من الخطط دي ما داري يزعلوا صوفية، ما داري يزعلوا فلان، ما داري يزعلوا علان. يا أخي الترابي لما انهلك مات مشوا عزوا فيه أنصار السنة، وقالوا الترابي شخصية إسلامية لن تتكرر بعد اليوم، وقد دافع قال ونافع عن الإسلام وأهلي، إلى خلاصة ما قالوا. لما الكيزان بقى يكبروا الله أكبر، والتراب عنده رأي
في ربنا، عنده رأي في الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده رأي في الملائكة، عنده رأي في الأنبياء. قال إبراهيم شرد وموسى قتل وذاك أشرك، إبراهيم أشرك، يونس شرد وإبراهيم أشرك وموسى قتل، وأنا أعلم من محمد لأنه محمد ما بيعرف فرنسي وأنا بعرف فرنسي، خلاص يا فرنسي. فده زول تمشي تعزي فيه وتقول ده شخصية إسلامية لن تتكرر، فده كلها مهاترات. والله دي ما مناظرة، والله أبدا ما مناظرة، مناظرة أنت جيب فعلا خصمين حقيقيين في الساحة. وأنصار السنة الآن ما خصوم للصوفية، بل هم أحباب، أحباب يودون التصوف وأهله. وربنا عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. شبهة رابعة حول دعوة التوحيد، قالوا يا أخي أنت بتكره الأولياء وبتنكر الأولياء. الجواب نحن ما بننكر الأولياء، في أولياء بنص القرآن، ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن يا جماعة ربنا قسم الأولياء لقسمين في القرآن، أولياء للشيطان وأولياء للرحمن. أولياء الرحمن ذكرنا الآية، أولياء الشيطان ربنا قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. دل أولياء الشيطان. طيب نفرق بيناتهم كيف؟ أولياء الرحمن عندهم صفتين، ربنا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأي زول كافر أو مشرك أو داعية كفر وشرك زي دعاة الشرك شيوخ الطرق الصوفية دول كلهم لا يمكن يكون واحد فيهم ولي، لأنه لا عندهم، طالما عندهم الشرك لا عندهم صفة الإيمان ولا عندهم صفة التقوى. وربنا نفى الصفتين الإيمان والتقوى عن الإنسان اللي عنده كفر أو يدعو إلى الكفر والشرك، نفاهم عنه. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يبقى نفى عنهم صفة شنو يا جماعة؟ الإيمان. نشوف صفة التقوى الآية بعدها طوالي في نفس الصورة، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. نفع عنهم صفة شنو برضو يا جماعة؟ التقوى. فأي زول داعية بتاع كفر أو كافر أو مشرك ربنا نفع عنه الإيمان ونفع عنه شنو يا جماعة؟ التقوى. والإيمان والتقوى هما صفات منو؟ الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، ده الإيمان، وكانوا يتقون، ده التقوى. يبقى لا يمكن يكون الناس بيقولوا غير الله بيخلق يكونوا أولياء لله، لا يمكن الناس يقولوا استغيثوا بغير الله ويكونوا أولياء لله. يا أخي البرعي ده اللي هو قاديننا بيه هنا في البلد دي ملصق في الحفلات وفي الركشات وفي دكاكين الذهب وفي الأماكن التجارية، ويعتقد إنه صورته مش هو، صورته دي بتجيب الرزق وبتكف العارض، والعياذ بالله من هذا الشرك الصريح الواضح. البرعي ده قال كلام حتى ناس أبو جهل ما قاعد يقولوا زيه مع إنهم كفار. قال دعني أصاحب سادتي وأماشي دوما على رغم الحسود الواشي، وأزورهم دوما طالبا بركاتهم. وده شرك، لأنه البركة عمنا يا جماعة في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا من الطعام هذا الطعام المبارك والبركة من الله.
قال وأزورهم دوما طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي، يعني خاشع، والخشوع بكل منه لله. والأنبياء ربنا قال عنهم وكانوا لنا خاشعين لله، يعني ده الأنبياء. والبرع خاشع لشيوخ وأسياده بتاعنا الصوفية. قال ما مسني سوء وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي. والسوء اللي بيكشف ربنا، ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. البرعي قال ما مسني سوء وجئت رحابهم للشيوخ بتاعنا الصوفية إلا وعني ذاهب متلاشي، هم عدتي عند الشدائد كلها، هم موئل يروي لكل عطاش. ده الشرك ذاته الأكبر المخرج من الإسلام. بعد ده يقول لك ده ولي، لكن هي يعني أمور غريبة بقت تحصل، ودي من علامات الساعة إنه ينصب ويسود ويرفع مثل هؤلاء السفهاء الطواغيط المجرمين. في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أشراط، دخل رجل فقال يا رسول الله متى الساعة، فمضى في حديثه فقال أين الساعة، فقال أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وما إضاعتها يا رسول الله، قال إذا وسد أو أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأعظم أمر أمر الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأعظم أمر هو أمر الدين يا جماعة، فإذا أسند الأمر الدين إلى غير أهله فانتظر الساعة. أهل الدين منو في السودان الليلة في نظر معظم الناس؟ الصوفي اللي بيلبس مرقع، الشاي اللي بريك فيه 3 كيلو طحالب، الماشي حفيان، اللي بيشحت في الشارع، اللي يقول لك ده نبي الله الخضر، ويقول لك ده أهل الله، زول عفن عفن وسخان مشرك زي ده يكون أهل الله كيف؟ لو قال لي ده أهلك ود عمك يقول لك لا والله، لكن هو يقول لك ده أهل الله طوالي، هو زول عفن حقيقة ومعنى، عفن عفن. زول قال لك علي وحيش ينزل زول من الحمار ويطلع هو، ده عفن ولا ما عفن؟ عفن ده صوفي انت، قالوا ده شنو؟ دي قال لك من كرامات الصوفية. ده بيناظرهم في الشرك وفي قلة أدب، دي بعديها طوالي بعد الشرك، عرفتها؟ مش تجي تناظرهم جايب واحد يا أخي أهبل جايبينه سروري، قال ناظر دكتور على الدين الصوفي، قال قاعد معاه ولا أمي لي ورق، قال فلان وقال فلان، والصوفي يضحك فيه. والله الصوفي ده بس تفتح لي الكتب دي تقرا لي الشرك، انتهينا من الشرك تمشي لقلة الأدب، تخليه يقوم طوالي يطلع من الاستوديو والكاميرا يصوروا لحد ما هرب برا ركب الكار ولا الحمار وتخارج. ده الدين كده لابد. ربنا قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لابد من الشدة على هؤلاء. الشبهة الخامسة قالوا لنا انتم شديدين وانتم جماعة الجرح وانتم مجرحاتية. طيب الناس اللي قالوا فينا مجرحاتية، كلمتهم اللي قالوها فينا دي مجرحاتية دي هم قالوهم، هي تجريح ولا تعديل؟ تجريح. إذن هم ذاتهم معانا في الجماعة تحت التجريح، صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. قالوا انتم شديدين، وسبحان الله اللي بينكروا الشدة وشدة أهل السنة على أهل البدع وعلى أهل الشرك تلقاهم هم لينين وسايحين عديل. لاحظ أنت في الواقع كله تلقى لين لمن بقى مش ملبن، بقى جلافيط عديل مع أهل البدع ومع أهل الشرك. والله تلقاه الصوفي يغبله ويسلم عليه، ما شفت ناس اسمها العثمان؟ ما شفت عشوا مع الكباش؟ ثاني يوم عشوا مع الصايم ديما. وهسا في العيد ده عملوا برنامج ده، والله لو ما في إلا ده لكفى ضلالا ودليلا واضحا على ضلال جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان. ده كفاية جدا لمن كان له قلب
أو ألقى السمع وهو شهيد. أسمع واحكم أنت براك. الحركة الإسلامية ولاية الخرطوم، حركة إسلامية دي منو؟ أخوانا مسلمين. برنامج معايدة عيد الأضحى المباركة الاثنين 14 ذي الحجة 1438 الموافق 4/9/2017 المكان الساحة الخضراء. يا تعيد يعني قبل كم سنة؟ ها؟ العيد هسه قبل أسبوع ده؟ عيد؟ أها حصل شنو؟ البرنامج قال القرآن الكريم الشيخ الزين محمد أحمد الزمن 5 دقائق ما جدول كده 3 جداول. كلمة ترحيب الشيخ عبد القادر محمد زين ده تابع لوين؟ إخوانا مسلمين 5 دقائق. فاصل إنشادي، شوف الكلام ده كيف، فاصل شنو؟ إنشادي، فاصل إنشادي فرغة الصحوة 10 دقائق. أنت خذ خطوط تحت الحاجات دي حيجيك بلاوي تحت وغنابل ثقيلة جدا. شعر محمد الأمين المبارك الوقت 5 دقائق. كلمة الضيوف والمشاركين الإخوان المسلمين ممثل الجماعة 5 دقائق. الطرق الصوفية الخليفة الطيب الجد الخليفة عبد الوهاب الكباش 10 دقائق. فاصل إنشادي غرش الطيب 5 دقائق. المؤتمر الشعبي ديل جماعة الترابي أسوأ بشر ديل، دكتور علي الحاج 5 دقائق. ممثل أنصار السنة المحمدية المركز العام دكتور إسماعيل عثمان الماحي 5 دقائق. العلماء وأساتذة الجامعات دكتور عبد الحي يوسف دكتور محمد الأمين إسماعيل 10 دقائق. هذا الأمين ده بيلعب وين؟ ده الإصلاح. وإسماعيل عثمان وين؟ المركز العام. يبقى أنصار السنة كلهم جوا معاهم منو؟ صوفية، مؤتمر شعبي، إخوان مسلمين، إنشاد، غنى، فرقة الصحوة. ولسه شوف تيت قال فاصل مديح عبد الله الحبر 10 دقائق. مديح صوفية 10 دقائق. حركة الإصلاح الآن دكتور غازي صلاح الدين 5 دقائق. الإخوان المسلمين ممثل الجماعة 5 دقائق. منبر السلام العادل الطيب مصطفى 5 دقائق. فاصل إبداعي طبعا ده معروف، فاصل إبداعي إبداعات الشباب والطلاب 10 دقائق. كلمة الأمين العام شيخ الزبير أحمد الحسن، كلمة الضيف الشرف نائب الرئيس، الختام القرآن الكريم 5 دقائق. وإنت الحكم. أسلوبنا شديد على الجماعة دي، والله مستعدين نجيب حلاوة ملبن ونوزع عليهم سعر السنة هاك، إسماعيل عثمان هاك، كرتونة يا عبد الله إسماعيل هاك، دكتور خالد هاك، ما في مشكلة، بس ورونا الكلام ده مش دايرين أسلوب طيب ما في مشكلة، نوزع لكم حلاوة تب وكيك وزلابية وكله الكلام ده في دين الله كيف؟ بس حس أسلوبي ده حار؟ في النقطة دي حار؟ ما حار، أنا قريته بس. ومستعدين نوزع لهم حلاوة، كل شيوخ أنصار السنة إصلاح مركز عام جمعية صفوجية كلهم رأيكم شنو في الكلام ده؟ دارين فتوى مستعجلة، دي العلماء قالوا، قال جامعة المدينة وقالوا جامعة الإمام محمد سعود ونحن قالوا صعاليك كويس صعاليك، دارين فتوى في الكلام ده. وهل بيجوز لبشر بشر على وجه الأرض على وجه الأرض أو نزل هسع من كوكب المريخ أو زحل أو عطارد يبقى أنصار سنة بعد الكلام ده بيجوز؟ أنا ما دار أفهم، أنا دار فتوى. يسأل منا رب العالمين يا أخي النازل مش مبرشو النازل، أنا ما أعرف، نحن تعجز جميع الكلمات في التعبير عن ضلال هؤلاء، والله جميع الكلمات. أنتوا سمنا على الحسن حبايب، أنتوا أحباب أحباب وأصحاب أصحاب، أنتوا صوفي قصوا تم ماذا نزعوا بينكم؟ يا جماعة هذا كلام يقوله ذو العاقل، فضل على أنه ينصب نفسه عالم زورا وبهتانا، ورئيس جماعة والرئيس العام دخل والرئيس العام خرج والرئيس العام طلع وركب وطار. يا ناس والله كلام باطل، وده أبطل من الباطل ذاته. يا ناس اتقوا الله خافوا الله. نسألكم سؤال براح بأسلوب طيب، ليه سميتوا نفسكم أنصار سنة؟ ربنا قال هو سماكم مسلمين؟ قالوا لنا عندنا فتوى من الشيخ بن باز واللجنه الدائمه في 4 صفحات موجوده ضمن فتوى اللجنه الدائمه جوزت لنا الكلام ده.
صح كلامكم صحيح وأنا قريته وعندي مختلص بها، لكن في أشياء بن باز قال الاسم ذا ليس حزبيا وإنما تمييزا للجماعة عن جماعات أهل البدع. أها الليلة ده شنو؟ أنتم مع الصوفية؟ مع الجبهجية؟ إخوان المسلمين؟ حركة الإصلاح الآن؟ مؤتمر الشعب؟ مؤتمر الوطن؟ فرقة الصحوة؟ مديح بتاع صوفية؟ شرك؟ أنتم قاعدين تهزوا براسكم والعمة بتاعتكم؟ ليه؟ قال الاسم ده عشان يتميزوا به، هل متميزين الآن من أهل البدع؟ يا أخي ما متميزين يا جماعة، ما متميزين أبداً أبداً أبداً. فقضية الأسلوب دي شبهة بيجيبوها عشان يمنعوا بها شنو يا جماعة؟ الحق ما يصل للناس، وإلا الناس دي الأسوأ أسلوب. الحزبيين دي الأكثر ناس قليل أدب مع العلماء. مختار البدري ده الآن لافي مع أنصار السنة وعندي له محاضرات هنا عمل باسم الجماعة في عبر أو الدامة باسم عديد باسم أنصار السنة. هسه هسه قريب مختار البدري بيقول شنو في العلماء؟ بيقول ربيع سفيه وما يحسن قراءة الفاتحة، وربيع بن هادي محمد هادي قادر رجالكم زادوا، فسر لي رجالكم ليه عن شنو؟ بقل الأدب ولا ما قل الأدب؟ ودي إساءة للعلماء ولا ما إساءة؟ قال الفوزان عنده تكفير ذاته وأنا زادوا قال برود على الفوزان، وكذاب طبعا كذاب كذب على العلماء. عرفت؟ الهوالي قال شنو عن عبيد الجابري؟ قال لا يزال في طور من لا ينتقد. لمن زريناه والردود انتشرت ومشت برا وجوا خاف على المصالح. زول بيصرف من الملحق الدين السعودي خاف من الجابري. قال والله انا ما كان قصدي عبيد الجابري ذاك. قال انما لما قلت عبيد الجابري وهذا الكلام فيه انقدح في ذهني عبيدا كان شابا معنا في الكليه غير عبيد الجابري الذي يا ناس طيروا يا اخي يعني والله على المداد لو غشيت بها طفل يلحس حلاوه مصاصه عرفت بقول لك يا بابا انت قطع ما ممكن تخدعنا بهالكلام لانه الاسهم كان سؤال قدموا له قال لي ما رايك الشيخ عبيد الجابري طوالي رده لانه الشيخ عبيد الجابري ده علم معروف طوالي رده والله ولا قال عنهم فدي ما علينا. طيب ها لما شتمت شيخ ربيع الشيخ الألباني قال لا يطعن في الشيخ ربيع والشيخ مقبل إلا أحد رجلين إما جاهل والجاهل يعلم ده الشيخ الألباني قال مش أنا وإما صاحب هوى يلا الهواري يختار هو جاهل ولا صاحب هوى دي فتوى الشيخ الألباني الإمام المحدث الآن موجودا سمعك لا لو ذلك فالحكايه ما حكايه اسلوب لازم تعرف النقطه دي مشكلتنا مع النازل وغيرهم حكايه منهج والرد على قضيه الشده في الاسلوب واحد سال الشيخ الالباني قال له يا شيخ بعض الناس ينكر عليك الشده في ردك على البوطي البوطي ده صوفي وشيعي ورافض وبيسمع له المغامسي والمجامع ده بيسمع له واشعر يقول جبال الامي حاجات كثيره من اهل البيت الألباني رد قال للزول قال لي لا ينكر الشدة على أهل البدع إلا أحد رجلين برضو إما جاهل وإما إخوانجي من جماعة الإخوان المسلمين قال له أنا الآن أديك حديث في قضية الشدة على أهل البدع وعلى الشرك قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا هن أبي عن الذكر أبي اللي يدعو إلى شرك أو إلى منهج جاهل أو إلى قبلية أو إلى جاهلية ودي معاني ذكرها العلماء في المعنى بتاع الحديث قال قل له عضي ذكر أبوك قال له أنت رأيك شنو بالشدة دي قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا الناس اللي بيقولوا الأصل في الدعوة واحدين يقولوا الشدة واحدين يقولوا اللين وده قال دجال الفتحاء وقال الاصل فيه اثنين شده ولين وده جاب له بدعه جديده الاصل في الدعوه الحكمه ربنا قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه الايه فالحكمه احيانا تقتضي الشده واضربوهم عليها وهم لعشر سنين مروهم بالصلاه وما سمع واضربوهم الضرب ده شده ولا لين
شدة، لكن هنا حكمة ولا ما حكمة؟ لو قلت ما حكمة تكفر، لأنه الآمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد تقول دي حكمة، لكن كان الشدة. فإذا الحكمة أحيانا تكون شدة، والحكمة أحيانا تكون شنو يا جماعة؟ لين، لكن اللين في موضعه حكمة، والشدة في موضعه حكمة، والشدة في موضع اللين عدم حكمة، واللين في موضع الشدة عدم حكمة. إنما الحكمة الشدة في موضعها واللين في موضعه. والشبهات حول الدعوة كثيرة، أنا كنت راصبة، لكن لعله زمن دخل نحن على سفر. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.